إن الحركات الإسلامية تؤمن بالأوطان وتعتبرها إطاراً ملزماً لها. لدينا حركات إسلامية تختلف في الطبيعة في الدور، لديك حركات مقاومة لا يمكن أن تصنفها نفس القالب مع حركات إرهابية. لن تكون الخلافة في يوم من الأيام سنداً لنظرية الإسلام السياسي أبداً. الخلافة كانت خلافة علمانية تكتيكية سلطوية. مستقبل الحركات الإسلامية السياسية في العالم العربي والإسلامي عنوان برنامج الإفلاميم يأتيكم في الأوقات التالية.